طاجن الصبيط النهاردة هنعمله عشان في متابعين كتير الصراحة طلبوه مني وانا اتأخرت شوية في الفيديو ده. طبعا انا عملته النهاردة بس ما عملتوش في الفرن، عملته في حلة عادي. لو عايزين تكملوه في الفرن مفيش اي مشكلة، هيبقى جميل معاكم. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده بجيب الصبيط وقطعه بالسمك دوت وبنضف الرجول بتاعته، وده طبعا بيض الصبيط. لو لقيتوه في قلب الصبيط ما ترموهوش، ده طعمه جميل جدا لما بيستوي. وبعد كده بجيب شوية بهارات وخلطهم مع بعض، شوية ثوم مع شوية بابريكا وشوية كمون وملح وفلفل، وبعدين شوية شبت خلطتهم مع بعض بسنة زيت وقلبت فيهم الكلاماري بتاعي او الصبيط بتاعي. تمام. بعد كده دلوقتي دي المكونات اللي انا قطعتها وجهزتها. هجيب حلة سخنة حط فيها شوية زيت وحتة زبدة وبعدين شوية ثوم وشوية بصل، ابتدي ان انا اشوحهم على النار لحد ما البصل يعني يدبل شوية، وابتدي ان انا احط كل الخليط بتاعي الكلاماري مع البهارات اللي انا حطيتها عليه. تمام. ابتدي ان انا اقلبه شوية لحد ما يجي يبقى نص سوا، يعني الاقي فيه نزلت كمية مية كويسة منه وبقى نص سوا. ابتدي ان انا احط بقى الحاجات اللي انا كنت مقطعها، الخضار بتاعي شوية كزبرة مع بقدونس وشبت وشوية جزر مبشورين، وهبتدي اقلب كمان تقلبتين كده. وبعد كده ابتدي ان انا احط الطماطم والفلفل اللي انا كنت مقطعهم. وبعد كده لما الاقي الطماطم والفلفل ابتدوا ينزلوا شويه ميه وبقت بقى في سائل في الخليط بتاعي، هبتدي ان انا ازود من عندي كمان ميه. تمام. هبتدي ازود كميه ميه طبعا على قد الكميه اللي انا هعملها زي ما هتشوفوا كده في الفيديو، يعني تبقى الميه يا دوبك مغطيه الصبيط. هنا انا حطيت شوية طحينة، طبعا الطحينة بتدي تيست عالي قوي للسيفود، وتاني حاجة بتتقل معايا الصوص اللي بيطلع من الصبيط او الحبار. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اقلب، وابتدي احط معلقة كمان طماطم معجون، هبتدي ان انا احطها واقلبها مع الخليط بتاعي واحط شوية بهارات. لو عندكم بهارات سمك يبقى تمام، ما عندكوش مفيش اي مشكلة، شوية شطة وشوية كمون وشوية ملح وفلفل اسود كفاية قوي. دلوقتي بقى الخليط بتاعي جهز وبقى مية مية. لو انا عايز احطه في الفرن يبقى هحطه في طاجن وهدخله في الفرن مثلا 10 دقايق ربع ساعة. تمام. مش عايز هخليه يكمل تسويته على النار واطلعه هيبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. الف هنا وشفا.